أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا ومتابعي طقس العرب في السعودية. نرحب بكم في هذه النشرة الجوية الرئيسية التي سنتحدث فيها عن الحالة الماطرة التي تؤثر في عموم مناطق المملكة والتي سميت بالحالة الماطرة سقيا. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة هي الحالة الماطرة سقيا مستمرة خلال الساعات القادمة وخلال الأيام القليلة القادمة أيضا، وبالتالي زخات الأمطار في مناطق واسعة متوقعة أن تستمر، وأيضا انخفاض ملموس على درجة الحرارة في شمال وغرب ووسط المملكة خلال الأيام القادمة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم لتوضح بداية الحالة الماطرة بهذه التخريجات البحرية القوية، هي عبارة عن تشكلات لكتل من الغيوم الركامية الرعدية التي تشكلت فوق مياه البحر الأحمر واندفعت باتجاه السواحل والمناطق الداخلية من المنطقة الوسطى والجنوبية من البحر الأحمر. هذه الغيوم ناتجة عن اندفاع لكتلة هوائية باردة من الشمال التقت بكتلة هوائية دافئة ورطبة من الجنوب والتقت في هذه المنطقة، حيث تشكلت الغيوم الرعدية وشملت مدينة جدة خلال ساعات صباح اليوم، خاصة منها الأحياء الشمالية حيث هطلت زخات رعدية من الأمطار كانت غزيرة وعملت على ارتفاع منسوب المياه. ننتقل الآن وإياكم إلى هذه الخريطة لتوزيع الأنظمة الجوية المسببة للحالة الماطرة سقيا، حيث اندفعت كتلة هوائية باردة من الشمال من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه شمال المملكة بالتزامن مع وجود لهذه الكتلة الهوائية الدافئة والرطبة من الجنوب، حيث التقت هاتين الكتلتين في هذه المنطقة أي في وسط وجنوب البحر الأحمر، وهطلت زخات رعدية غزيرة من الأمطار. يتوقع أن تستمر فرص هطول زخات الأمطار الرعدية في هذه المناطق بما فيها مدينة جدة، تشمل لاحقا عموم المرتفعات الجنوبية الغربية، عموم المنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية خلال عطلة نهاية الأسبوع وخلال بداية الأسبوع القادم. ننتقل الآن وإياكم من خرائط توزيع الأمطار المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم الأحد، حيث يتوقع أن تستمر هذه التخريجات البحرية خلال ساعات نهار يوم الخميس، تنتقل لاحقا خلال ساعات ما بعد العصر نحو المرتفعات الجنوبية الغربية. هذه الأمطار كما ذكرنا شملت مدينة جدة، أيضا شملت منطقة مكة المكرمة بما فيها المشاعر المقدسة، هطلت زخات غزيرة من الأمطار وعملت على ارتفاع منسوب المياه، أيضا هطلت زخات غزيرة من الأمطار في عموم المنطقة الجنوبية الغربية. خلال ساعات الليل يتوقع أن تستمر هذه التخريجات البحرية لكن تدخل أكثر نحو الداخل لتشمل المنطقة الغربية من منطقة الرياض، وأيضا تبدأ الحالة لتشمل منطقة القصيم وأيضا منطقة حفر الباطن. لكن اعتبارا من يوم الجمعة يتوقع أن تنتشر وتتسع رقعة تأثير هذه الكتل أو تأثير هذه الحالة الماطرة لتشمل العاصمة الرياض، عموم منطقة القصيم، حائل، حفر الباطن، واستمرارها في المنطقة الغربية والجنوبية الغربية كما ذكرنا خلال عطلة نهاية الأسبوع تحديدا خلال يومي الجمعة والسبت. اعتبارا من يوم السبت كما ذكرنا تستمر هذه الحالة الماطرة بالتأثير، تنتقل نحو المنطقة الشمالية نحو منطقة الجوف، الحدود الشمالية مع استمرارها في منطقة حفر الباطن، حائل، القصيم، أجزاء من منطقة الرياض وعموم المنطقة الجنوبية الغربية بما فيها السواحل الجنوبية من البحر الأحمر. أما بالنسبة ليوم الأحد أيضا تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي لكن تعود الأجواء لتستقر نوعا ما في المنطقة الغربية بما فيها منطقة المشاعر المقدسة ومدينة جدة، مع استمرارها في المنطقة الجنوبية الغربية والمنطقة الوسطى والعاصمة الرياض والمنطقة الشرقية وحفر الباطن بإذن الله. ننتقل الآن وإياكم لخرائط توزيع الرياح المتوقعة خلال الأيام القادمة والتي ستعمل على زيادة الفعالية الجوية بسبب هبوبها من منطقة بحر العرب باتجاه الجزيرة العربية، حيث تحمل معها كميات كبيرة من الرطوبة كما ذكرنا من بحر العرب شمالا باتجاه جنوب الجزيرة العربية. هذه هي نقطة التقاء الكتل الهوائية الباردة مع الدافئة، أي أن حالة عدم الاستقرار الجوي ستكون في هذه المنطقة. هذه الرياح الجنوبية والجنوبية الشرقية القادمة من منطقة بحر العرب ستعمل على إثارة الأتربة والغبار في عموم منطقة الوسطى بما في العاصمة الرياض، تصل حتى منطقة حفر الباطن خلال يومي الجمعة والسبت كما ذكرنا، تعمل على إثارة الأتربة والغبار بشكل محدود وتدني قليل على مدى الرؤية الأفقية. نبقى في العاصمة الرياض والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تبدأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من الأمطار ومتفرقة خلال ساعات الليل، وهي بداية الحالة الماطرة سقيا، لكن خلال الأيام القادمة يتوقع أن تشتد على العاصمة الرياض، 15 درجة مئوية فقط متوقعة، الملموسة 14، الرطوبة 42%، أما الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. أما بالنسبة للتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة يوم الجمعة
طقس ماطر 23 درجة مئوية، وبالتالي انخفاض ملموس على درجات الحرارة. تبقى الأجواء ماطرة خلال ساعات الليل مع 16 درجة مئوية. يوم السبت أيضا أجواء ماطرة 23 درجة مئوية، أما الصغرى 16 درجة مئوية مع استمرار لفرص هطول زخات الأمطار. لكن يوم الأحد تستقر أو تتراجع شدة الأمطار قليلا خلال ساعات النهار مع طقس غائم جزئي، وتعود مجددا خلال ساعات الليل مع 17 درجة مئوية. بهذا نهاية نشرتنا، للقاء.